بسم الله الرحمن الرحيم. حسن البيضاوي الملقب بحسن البيضاوي الناصري حسن، مواليد 55. المهنة كنمارسها من 79 إلى اليومنا هذا، مدة 7 سنين ديال التمارين ديال التعلم ديال الحرفة. ومن بعد 79 وليت كندور، دابا من 79 الآن، يعني تبارك الله راه عمر طويل في المهنة والحمد لله. المهم مسيرين الوقت ومسيرين العصر، واخا هي مهنة صعيبة خلوها الناس الأولين، أو كما كتعرفوا أول بطل مغربي من بعد المخترع الأول هو سباليوني، مارسا أول مغربي هو البطل علي بن الحسين المرحوم رحمه الله، هو القدوة، هو يعني اللي كان ليا سبب فهاد الوريد. والحمد لله دابا انا كان مارس هاد المهنة، ولكن دابا لحد الان انا عييت، وصلت لواحد لاج ديال 62 سنة، راه ما ساهلاش. وكنركب معايا البنت، بنتي صغيرة كنت كنركبها، هي بنت عامين كنركبها قدامي، لكن دابا اليوم كبرات شويه وداك الشيء كنركبها ورايا، ولكن حاليا ما كنركبهاش على حسب السن وعلى حسب الموتور، ما عنديش هو هذاك. ولكن الحمد لله هي كما كتشوف مهنه شريفه، واخا هي فيها الخطر وفيها الريسك، هي مهنه شريفه بحد ذاتها، واخا هي ما عندهاش الاهتمام من طرف لا المدارس ما كاينش، انا كناخذوها غير عشوائيه، هذا هو اللي كاين، المدارس ما كايناش، وهي بدات كتنقرض لحد الان، راه ما بقاوش حتى لي موتوريس بزاف، ما بقاوش، بقاو ثلاثه ديال الدراري ولا هي اربعه، وباقيين جوج موتورات ولا هما ثلاثه كيدوروا على الصعيد الوطن. ولكن كنتمناو جيل اخر يكون عنده الحماس ويكون عنده الطاقه كما الجيل الثاني، اما كنشوف الجيل الثالث ما عندوش ديك الحماس لهاد المهنه، ما عرفش واش ما كيهتمش او كتجيه صعيبه او ما نعرف، كاين لحد الان اللي ما كيعرفش بعد الحلبه اشنو فيها. الحلبه هي كتكون من كتسمى مير هي في الدوره ديالها، الحلبه كتسمى من 24 بياسه، كل بياسه فيها 24 بياسه، يعني راه 20 طن ديال العود، راه ما ساهلاش. لكن هو الانسان ملي كيطلع للحلبه لداخل ديالها وكيكتشف شنو كيدور الحلبه، عاد يمكن كيتيقن. هي مخوده من السيونس فيزيك، الناس اللي قارين عندهم مع الفيزيك، هي مخوده من السيونس فيزيك، كما كتشوف ديك الجاذبيه ديالها، الانسان ملي كيطلع كيدور، هي كاينه السرعه، ولكن من بعد السرعه كاينه الصنعه والتوازن.
يعني الا ما عطيتيش هاد ليكسبيريونس راه غادي يمكن طيح الانسان. كي الا طلعتي لفوق كيبان لك الموتور نيشان تو دروا، ولكن الا دخلتي لوسط الحلبه كيبان لك الحقيقه ديال الموتور، يعني كيتمشى على واحد الجهه ميم با غير شويه ديال الكليساج ولا شي حاجه كيقدر الموتور يجلسي. وكنتمنوا السلامه والتوفيق، وكنشكر الجمهور المغربي بصفه عامه من طنجة الى الويرة، وحسن حسن البيضاويرة معروف غني على التعريف، راه كيعرفوا الكبير والصغير، تفرجوا فينا الناس كبار دابا كيتفرجوا فينا ولادهم، وحنا ان شاء الله كنتمنى ونعطيو المشعل لهاد لي جوني. لا هي بالنسبه لترك معايا لا بوحدتها ما سمحتش ليا الكبده ديالي، هذا هو خاص هاد القاع الحلبة خاصها تبدل الا بغيتها تطلع هي. الدولة ما كنطلب منها، الدولة ما كنطلب منها حتى حاجة، كنطلب منها تساعدنا وصافي. ما حنا قادين بروسنا، حنا كنمشيو كنديروا المواسم، كنديروا حفلات وطنية، كنديروا مهرجانات، كنديروا بعض المدن. الدولة ما عندها الا وتسهل لك الامور باش تمارس المهنة ديالك. وما كان تنظن في اتجاه مع عمرها غتكون المدرسة، علاش ما عندهاش واحد الكترة، ما عندهاش واحد الكترة في هذا، يعني ثلاثة الناس ولا أربعة ولا هذا ما كاين. ولو تكون هذه المدرسة، هاد لي جورنيس ما غادي يديروهاش كمعيشة القوت اليومي، حيت هي صعيبة في القوت ديال القوت اليومي ديالها صعيب. باش تنجم راسك وتعيش بها ودير بها اولاد ولا هذا صعيب الحال. حنا درنا الاولاد وكونا روسنا في واحد الوقت اللي كان شويه، ولكن تزوجنا صغار وكبرنا اولادنا معنا بحال خوتنا بحال احبابنا بحال. اما دابا حاليا صعيب الحال، صعيب الحال، ما غيمكنش بنادم ينجم راسو وينجم الكرا ديالو وينجم المحل وولادو والمرض وهذا، سيرتو حنا كنلعبو في خطر وريسك، وفي نفس الوقت ما عندك لا ضمان اجتماعي لا تغطية صحية لا نتريت لا تقاعد، لا يعني صعيب الحال. ولكن الحمد لله كيف ما كان الحال هادشي كله دوزناه وما حسيناش به، ولكن حاليا ممكن بنادم يحس بهادشي إلا بغى يبدا. إلا بغى يبدا. شكرا شكرا. حنا دابا الهدف ديالنا هو نرضيو الجمهور. نعم جاو الناس ديال مكناس. مكناس تبارك الله محبين بالدراجة، لا الناس ديال الكبار ديالهم ولا الصغار، يعني مكناس كنديروا كل ميلود، ولكن هذه مدة ما جيتش أنا، ملي كانت البنت باقا صغيرة. وهذا العام جينا نشاركوا معهم هذه المناسبة ديال العيد، وكنتمناو لهم عيد سعيد وبالصحة والعافية وطول العمر والسعادة للكل، وشكرا. وطننا زوين ورائع وداكشي جميل وداكشي قديم، كنا الجيل اللي جا للميلود وما تفرش في حائط الموت بحال ما تفرش، وانا جيت انا وليداتي حينا هذا الشيء هذا وحينا التراث وعواش المبروكه، والله يسخر في هاد الناس هادو تيحيوا معنا هاد التراث هذا الجميل. بارك الله عليكم. السلام عليكم. حنا فرحانين بهذا عيد المولد النبوي الشريف، هذا 4 سنين ما كاين لا هادي ولا هاديك، ودابا حنا فرحانين وحنا مالين مكناس فرحانين بهذا الشيء، والحمد لله اللهم زوين اخويا. تفرجنا البارح وحنا كنتفرجوا اليوم، ومرحبا بالناس الاجانب والمغاربه اللي ماشي مكناسيين، مرحبا بهم في مكناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.